جاميلوني ليبيا، حيث كان عنوان الزيارة الأولى اتفاقيات الطاقة والغاز، فيما حملت زيارة ميلوني الثانية صبغة ثقافية وصحية وعلمية. فماذا تريد إيطاليا من ليبيا بكل ما يجمع البلدين جغرافيا وتاريخيا؟ وما هي الأبعاد الجيوسياسية المحركة لسلوك روما تجاه طرابلس؟ وما شكل التصورات الإيطالية لحلحلة الأزمة السياسية الليبية؟ نناقش هذا الموضوع بعد ساعة إخبارية مفصلة، وهذه عناوينها مع محمد زينوب. إليك. شكرا لك نبيل. منذ بداية العام المجالس الأربعة والجهات التابعة لها تنفق أكثر من 1,121,000,000 دينار. من طرابلس دبيبة وميلوني يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات ويوقعان اتفاقيات بمجالات الصحة والتعليم والرياضة. دعما للعملية السياسية في ليبيا، الدول الأعضاء بمجلس الأمن تدعو لتعيين بديل عن المستقيل باتيلي في أقرب وقت. تشاركني في تقديم نشرة الليلة الزميلة خديجة الرحمن. شكرا محمد. إذن تتابعونا معنا في نقطة نقاش لهذه الليلة. أعلن الصيادون العاملون بمرفأ الحميدية للصيد البحري بتاجورة فك الاعتصام وفتح الطريق التي أقفلت أثناء الاعتصام بعد الوصول إلى اتفاق بين الأطراف وتلبية مطالبهم. نناقش الليلة دوافع تصعيد الصيادين قبل فك اعتصامهم عبر إغلاق الطرق الرئيسية في العاصمة، وما الوعود التي تحصلوا عليها وما ضماناتها. وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، نتعرف عليها مع محمد القرجي وبدر عمار. شكرا لكما. في جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، المركزي يعلن إيرادات بأكثر من 30 مليار دينار وإنفاق تجاوز 26 مليارا منذ مطلع العام حتى أبريل الماضي. وفي الرياضة تتابعون هذه الليلة، وزير الرياضة الليبي يوقع على مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في المجال الرياضي بين إيطاليا وليبيا. إذن كانت هذه عناوين الليلة، أنا فألقاكم على الساعة المقبلة، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. كشف مصرف ليبيا المركزي عن مصروفات المجالس الأربعة والجهات التابعة لها بقيمة تجاوزت 1,121,000,000 دينار، فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام أكثر من 26 مليار دينار. هذا وقد أوضح المركزي في بيان الإيرادات والإنفاق منذ بداية العام وحتى 30 من أبريل الماضي أن مجلس النواب أنفق نحو 350 مليونا، فيما بلغت نفقات المجلس الأعلى للدولة أكثر من 14 مليون دينار. هذا ووصلت نفقات المجلس الرئاسي لأكثر من 161 مليون دينار. هذا وأضاف المركزي أن مجلس رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها أنفق أكثر من 584 مليون دينار منذ بداية العام الجاري. We'll be right back.
ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مصراتة الخبير الاقتصادي مختار الجديد. أهلا وسهلا بك سيد مختار. ابتداء يعني هل لدينا عجز أم فائض في الميزانية؟ وفق أرقام المركزي هناك فائض بشكل عام، لكن في شهر إبريل وحده هناك عجز قد تجاوز 4 مليارات دينار بحسب مراقبين، بالتالي ما الذي لدينا بالضبط أو ما الذي نحن بصدده؟ عجز أم فائض؟ حاليا أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، مساء الخير لضيوف القناة الكارم. أهلا بك. فيما يتعلق بالتقارير خلينا نقول ملاحظة عامة، أن التقارير كل ما تكون المدة أطول كل ما تكون أكثر مصداقية، يعني نعم. تقرير 4 أشهر يعطي انطباع مصداقية أعلى من تقرير الشهر، يعني في صعوبة في إعداد التقارير وفي تداخل الأشهر، كل ما تقصر المدة يصبح الأمر في صعوبة، يعني ما ينفعش نقول نطلع تقارير أسبوعية، حسين في تداخل في الأرقام قصر المدة. إذا دائما التقارير المدة أطول يعني تعطي انطباع أو مؤشرات أكثر دقة. بالنسبة للمصرف المركزي معياره هو عملية الدفع اللي تتم، المعالجات اللي تمت، إذا كان دفع تم دفع المبالغ حيعتبرها مصروف، ما تمش دفع اذا مش حيعتبرها مصروف. وبالدليل اعطيك مثال اخر بسيط، هتجد ان الضرائب ايرادات الضرائب 65 مليون دينار فقط، في حين ان ايرادات الضرائب لسنه 2023 كامله 3 مليار، يعني مفروض في الربع في الاربع اشهر هذه المفروض الايرادات تكون اقل شيء 1.2 مليار. طيب ليش 65 مليون فقط؟ هذا السؤال يعني يوجه لوزاره الماليه، هنا في خلل، هنا اشير الى وجود مشكله. مشكلة ليست مصر المركز، ان هذا اللي استلمه 65 مليون. انت تفسيرك لهذا العجز او لهذا لا اعتقد ان هناك خطا بالمصرف. تقصد رقم الضرائب ولا رقم في العموم؟ لا، تفسيرك لمساله ان لماذا في خلال هذه الاشهر الاربعه كان الرقم اقل من الطبيعي، اقل من المعتاد. ايه هو هنا النقطة المهمة جدا، ان تقارير المصرف المركزي الارقام يجب ان لا تمر مرور الكرام، يعني هنا يشير الرقم يشير الى وجود عجز في وزارة المالية. تقرير المصرف المركزي فضحة، وين ايرادات؟ السؤال يوجه لوزارة المالية، اين ايرادات الضرائب؟ لماذا لم يتم توريدها من مصالح الضرائب؟ اين ذهبت هذه الايرادات؟ لماذا يتم تأجيل توريدها؟ يفترض بها موجودة، اين هي ايرادات الضرائب؟ يعني يفترض يتم توريدها شهر بشهر، ولكن ربما بسبب قصور في وزارة لدى وزارة المالية بسبب التأخر في تحويل المبالغ يتم إبقاء هذه الأموال لدى مصلحة الضرائب أو مكاتب مصلحة الضرائب. إذا نعم. تقرير المصرف المركزي عادة ما يشير إلى وجود مشاكل، مش شرط المشكلة في التقرير نفسه، ولكن ينبهنا إلى وجود تجاوزات أو أخطاء أو قصور في بعض الجهات من ضمنها مثلا وزارة المالية. نعم. نرجع للموضوع التقرير في العموم، الحديث عن إيرادات ومصروفات ووجود فائض، هذا حقيقة الكلام غير صحيح أو غير دقيق. ليش؟ وأنا لا أحمل مسؤولية المشكلة المصرف المركزي، المصرف المركزي يقوم بإثبات ما يتم دفعه، ولكن هناك انفاق موازي في المنطقة الشرقية. احنا لما نتكلموا على وجود عجز في ميزان مدفوع في الميزانية العامة للدولة، هذا يشير إلى وجود مشكلة. لما نقول مصروفات الحكومة بالعموم أكثر من الإيرادات، هذا يشير إلى وجود مشكلة، هذا حيؤثر مستقبلا على عرض النقود وحيؤثر على أسعار الصرف، حيسبب لنا في مشاكل في سعر الصرف مستقبلا. اذا دائما احنا حريصين ان تكون ايراداتنا على الاقل زي مصروفاتنا ان لم تكن اكثر. التقرير يتحدث عن وجود فائض في الميزانيه، ولكن الامر غير ذلك تماما. هناك انفاق موازي لحكومه حماد في المنطقه الشرقيه تقوم بالصرف، لا يمكن تجاهل هذا الصرف لانه هو يدخل ايضا في نفس الاقتصاد، احنا ما هم دوله ثانيه، هم احنا في داخل الدوله بنفس العمله. اذا اي انفاق موازي من حكومه حماد في المنطقه الشرقيه يفترض يدخل ضمن الميزانيه. اذا لما نجمع ميزانيه الانفاق اللي تم عن طريق المصرف المركزي لحكومه الوحده الوطنيه مع حكومه حماد، مش عارف اسمها حكومه وقتها شو اسمها، حكومه مكلفه من قبل مجلس النواب. نعم، انا اتكلم اقتصاد ما اتكلمش سياسه. نعم، انا اتكلم اقتصاد ما اتكلمش سياسه. بغض النظر يعني الانفاق يفترض به حتى ويحسب انفاق الحكومه الموازي يفترض به يحسب مع انفاق حكومه الوحده الوطنيه وحكومه دبي وحكومه عماد. يجب ان يجمع انفاقهم عشان يورونا حجم الانفاق العام ونقارنوه بحجم الايرادات، ونتكلم عن وجود عجز او فائض في الميزانيه. طيب. اذا هذه نقطه مهمه جدا. النقطه الاخرى اللي غابت عن التقرير وهي الايرادات، كان يفترض بالمصرف المركزي ان يظهر لنا الايرادات التي تم تحصيلها من فرض الرسوم. احنا نتكلم عن شهر 4 كامل تقريبا. رجاء قبل ان تنتقل الى النقطه التاليه،
في هذه النقطة وفي عجالة. نعم. يعني فيه من يقول وهي أطلقت على نفسها الحكومة الليبية أو حكومة الاستقرار الوطني هنا في ليبيا الأحرار، يعني نتحدث عن الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، هي حكومة السيد حماد الآن الذي يرأسها، بالتالي هل ما خرج في بيانات سابقة من الحديث عن الإنفاق الموازي أو الإنفاق مجهول المصدر، يعني عدم تضمينه خلال هذا البيان يعطيك إجابة أو لمحة من نوع ما على الوضع الاقتصادي للدولة الليبية، ويجيبك عن سؤال هل لدينا عجز أم فائض في الميزانية العامة؟ أعتقد أنه حيكون لو جمعنا، وهذا يعني مقارنة بالسنة الماضية، ودائما ناخذ السنوات الماضية كمؤشرات، أعتقد أنه حيذهب بنا إلى وجود عجز على مستوى الحكومتين. الوضع الطبيعي يا أستاذ محمد أن المصرف المركزي، هذا التقرير المفروض المصرف المركزي ما يصدراش، ماليش علاقة به. نعم. ماليش علاقة المصرف المركزي بكم الإنفاق الحكومي وكم هو إنفاق حكومي، ما علاقة المصرف المركزي بالإنفاق الحكومي. يفترض الوضع الطبيعي أن وزارة المالية التي راكدة في العسل سواء في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، كان يفترض بهم كل منهم يطلع تقريره عن المصروفات والإيرادات، ويطلع تقريره ويجي احنا دورنا، انا ممكن نبذل مجهود ونجمعهم اثنين ونقولوا كم الانفاق، يعني كل واحد مش يعترف بالثاني، كل واحد على الاقل شيء يطلع تقريره من باب الشفافيه، بالامكان ممكن جمعها. ولكن المصرف المركزي الان هو يقوم بدور او يقوم مقام حكومه الوحده وزاره الماليه بحكومه الوحده الوطنيه بطرابلس، ويقوم باعداد هذا التقرير. هذا التقرير راهو المصرف المركزي لو بكره او الشهر الجاي يقول لك ما عادش نصدره من حقره، مش علاقه. المصرف المركزي مناط به التقرير المتعلق بالجانب النقدي، الجانب النقدي يعني يقصدوا به الدولار. نعم. مش الدينار، يعني تقرير المصرف المركزي، تقرير المصارف التجاريه، ميزان المدفوعات فيما يتعلق بالدولار، هذه التقارير مناطه بالمصرف المركزي. اما تقرير عن الانفاق وايرادات الحكومه ما علاقه بالمصرف المركزي حتى ينشرها، ولكن مع ذلك دائما احنا ننتقد المصرف المركزي، لكن المره هذه نشكره، شكرا لك يا مصرف المركزي انك انت غطيت العجز اللي تعاني منه وزاره الماليه. هناك سؤال كبير وعجز انتاج هذه التقارير، وانا نعرف. نعم. استاذ محمد تفضل. نعم. هناك سؤال كبير ولغز فقرة بس استاذ محمد، لا حنعطيك المساحه، لكن في لغز حير الكثيرين. نعم. في او على الاقل الكثير من المتابعين والمراقبين لا سيما الاقتصاديين منهم، فيما يتعلق بحجم ميزانيه المؤسسه الوطنيه للنفط، كم المداخيل التي تحققها، كم المصروفات التي تصرفها. هل البيان المركزي الحالي يعطيك لمحه عن هذا الموضوع، ام انه ما يزال لغز يبحث عن إجابة لم تجب عليه أي من مؤسسات الدولة الرسمية والسيادية حتى اللحظة؟ والله يا أستاذ محمد فعلا سؤال كبير، كبير بمعنى الكلمة. وحنتكلم بأرقام، مش حنتكلم نبدأ شيء من راسي، ولا حنهاجم ولا ننتقد، لا حنتكلم لغة أرقام وخلي الناس هي اللي تقيم الموقف. في سنة 2023 كانت ايراداتنا من بيع النفط 20 مليار و600 مليون، يعني نتكلم ارقام الان. سنه 23 اللي تمت ايراداتنا 20 مليون و600، 20 مليار و600 مليون، بمتوسط شهري حوالي مليار و700 مليون، مليار و700 مليون كانت المؤسسه الوطنيه نفط تورد فيهن للمصرف المركزي، احفظ معي الرقم، مليار و700 مليون شهريا تورد للمصرف المركزي. خلال الاربع الاشهر الماضيه ما تم توريده للمصرف المركزي 5 مليار ونص، اقسمنا على الاربع شهور يعطنك مليار و400 مليون. فيه عجز حوالي اكثر من 300 مليون دولار شهريا، السؤال وين يعدل؟ في تفسيرات، في تفسيرات. التفسير الاول تقول لي بالك سعر النفط انخفض، نقول لك لا، سعر النفط ما انخفضش. سنه 23 كان متوسط سعر البرميل 81 دولار للبرميل على مدار السنه، متوسط السنه الان المتوسط في حدود الاربع شهور الماضيه في حدود ال 85 86 مليار دولار للبرميل. اذا هذه الفرضيه الاولى نفانيها. الفرضيه الثانيه بالك انتاج النفط نقص، انتاج النفط السنه الماضيه كان في حدود المليون و180 الف برميل يوميا، نحن في هذه الاربع الاشهر ومعروف ان انتاج النفط من ليبيا تجاوز المليون و200 الف برميل، ونتكلم على ان ليبيا الاعلى معدل، اعلى معدلات انتاج في افريقيا. اذا سعر النفط زاد وسعر وانتاج من النفط زاد خلال الاربع اشهر الماضيه مقارنه ب 23، ومع ذلك المبالغ التي تتورد للمصرف المركزي بمعدل مليار و300 مليون دولار في مقابل مليار و700 مليون السنه الماضيه. السؤال هنا وجه المؤسسه الوطنيه للنفط، وين الفلوس؟ وين ال 400 مليون بمعدل شهري؟ يعني تكلموا على حوالي مليار ونص
في 4 شهور فرق ايرادات، وين عدن هدينا؟ وين المشكله؟ راه حقيقه السؤال بمعنى الكلمه سؤال مهم حقيقه يا دكتور مختار، يجب ان يوجه السؤال لمؤسسه الوطنيه للنفط. تفضل اكمل التقرير بحاجه، هم اللي يجلسوا تستدعوهم. اشكرك على كل هذه التوضيحات. حقيقه دكتور الموضوع بحاجه لكثير بحث، سنفتح حواريه او حلقه نقاشيه حول خلال الايام المقبله، اعذرنا نظرا لضيق الوقت فقط بسبب النشره الاخباريه نكتفي معك بهذا القدر، واشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. الخبير الاقتصادي مختار جديد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا ضيفا عبر الاقمار الصناعيه من داخل مصراتة. شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اجتماعه برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، شدد على أهمية الاتفاقية الإيطالية الليبية وإتمام طريق مساعد راس جدير ودخول الشركات الإيطالية لليبيا، وخاصة مشروعات الإعمار القائمة شرق البلاد وغربها وجنوبها. هذا وأكد المنفي على أهمية التشاور والتعاون مع إيطاليا في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتوحيد المؤسسة العسكرية. من جهتها أكدت ميلوني على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة والرياضة والاستثمار والإعمار، بالإضافة لملفي الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. إلى ذلك وقعت حكومة الوحدة 3 اتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة، كما تم بحث ملف مكافحة الهجرة غير النظامية والاتفاق على عقد المنتدى الاقتصادي الإيطالي الليبي نهاية أكتوبر بالعاصمة طرابلس. جاء ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء إلى طرابلس رفقة وفد يضم وزراء الصحة والجامعات والبحث العلمي والرياضة والشباب. هذا وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن دبيبة وميلوني أكد ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين عادلة. من جهته قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن أهم الاتفاقيات الموقعة هي تشغيل مستشفيات طبية متخصصة من قبل الجانب الإيطالي. نعم، محمد حمودة أضاف أيضا أن الاتفاقيات الموقعة تبحث إمكانية مشاركة شركاتهم في بناء 3 ملاعب رياضية على مستوى البلاد، إلى جانب زيادة عدد المنح الدراسية خاصة لطلاب اللغة الإيطالية. في البداية تؤكد وتدل على عمق العلاقة بين الشعبين والبلدين، وأن ما يجمع ليبيا وإيطاليا هو يفوق العلاقات الاقتصادية وكذلك ملفات الهجرة، فأيضا هناك تعاون أوسع ومتمثل في الوزارات الحاضرة في هذا اللقاء. بحث قائد عملية الكرامة خليفة حفتر مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أهمية العمل على مواصلة الدفع بالعملية السياسية لضمان إجراء الانتخابات. هذا وأكدت ميلوني خلال لقائها حفتر في بنغازي على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية، واستمرار التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة. للمرة الثانية بعد أكثر من عام تصل رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني مع وفد رفيع المستوى إلى طرابلس لتوقيع مذكرات تفاهم مع ليبيا. التعليم والصحة والرياضة هي العناوين الرئيسية للمذكرات الثلاث التي وقعتها حكومة الوحدة مع روما. وخلال لقائه ميلوني أعرب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة عن تطلعه لاستكمال العمل وتعزيز العلاقات بين البلدين، كما أكد الجانبان على ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة. بالإضافة لما وقع من اتفاقيات، فإن زيارة ميلوني تحمل شقا سياسيا، فمن المتوقع وفقا لوسائل إعلام إيطالية أن تلتقي قائد عملية الكرامة خليفة حفتر في بنغازي وتجري لقاءات مع مسؤولين آخرين. لكن ومع هذا الحراك، ما أهداف روما وتطلعاتها في ليبيا؟ وفق خبراء، فإن إيطاليا لها 3 أولويات للعمل في جارتها الجنوبية،
أبرز ملفاتها الهجرة والغاز وإجراء الانتخابات، إذ يمثل تدفق المهاجرين غير النظاميين قلقا لروما منذ سنوات، حيث يعبر من خط ليبيا المائي نحو 50% من إجمالي تدفقات الهجرة. كما تسعى روما بشكل أساسي إلى تعويض نقص الغاز الروسي بإمدادات إضافية من دول شمال إفريقيا، ولذا فهي تخطط لاستثمارات طويلة الأجل تضمن عبرها عدم تذبذب كميات الغاز الطبيعي القادمة إليها عبر أنبوب السيل الأخضر الممتد منذ سنوات من ليبيا إلى إيطاليا، والذي اضطرب كثيرا نتيجة للتوترات الأمنية في البلاد. ومع كل ذلك تدرك إيطاليا أنها لا يمكن أن تحقق تدفقا أكبر للغاز والنفط الليبيين ووقف موجات الهجرة من السواحل إلا عبر تحقيق استقرار كامل في جاراتها الجنوبية عبر دعم العملية السياسية، ولذا فهي تسابق جاراتها الأوروبية وتعمل منفصلة عنها في بعض الملفات. فما تداعيات هذه المساعي؟ وهل يمكن أن تكون أبعادها الاستراتيجية إيجابية على المدى الطويل؟ إذا نبقى في الملف السياسي، حيث دعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين بديل عن المبعوث المستقيل عبد الله باتيلي في أقرب وقت. أذا وأكد الأعضاء التزامهم بعملية سياسية ليبية يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، وأن هذه العملية ينبغي أن تكون وفقا لاتفاق الحوار السياسي وقوانين الانتخابات التي وافقت عليها لجنة 6+6. امتنان حظي به المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي على جهوده في مهمته عقب استقالته، ودعوى الأمين العام إلى تعيين خلف لباتيلي في أقرب وقت ممكن. وفي بيان لهم أكد أعضاء المجلس دعمهم المستمر لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقيادتها، إلى جانب أهمية أن تواصل القيادة المؤقتة للبعثة تنفيذ ولايتها وضمان الانتقال السلس للممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة. العملية السياسية في البلاد ربطها أعضاء مجلس الأمن في بيانهم بضرورة مشاركة المؤسسات الليبية المعنية بشكل كامل وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم بالعملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون. أعضاء مجلس الأمن جددوا في بيانهم الدعوة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر للعام 2020 وقراري المجلس اللاحقين بالخصوص في العام الماضي. خطوات جميعها تسهم في تهيئة الأجواء للمضي قدما في العملية السياسية جاءت مضمنة بتشديد أعضاء مجلس الأمن في البيان على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة على أساس مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، كما شجعوا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا وكذلك الدول المجاورة والاتحاد الإفريقي بمساعدة الأمم المتحدة على دعم هذه العملية بقوة. أعضاء مجلس الأمن شددوا أيضا على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة وإدراج ممثلي الشباب والمجتمع المدني في جميع الأنشطة وصنع القرار المتعلق بالتحول الديمقراطي وجهود المصالحة. وتأتي هذه التطورات في وقت يأمل فيه الليبيون عدم تكرار تجربة تعيين مبعوث جديد دون الوصول إلى حل الأزمة السياسية التي تراوح مكانها منذ سنوات ما حال دون تحقيق تطلعات الشعب في اختيار من يحكمه عبر صناديق الاقتراع. إذن ينضم إلينا عبر الهاتف من جنة والمحلل السياسي محمد فؤاد. أهلا بك سيد فؤاد. في البداية، كيف تابعت هذه الزيارة، زيارة ميلوني إلى ليبيا والاتفاقيات التي تم توقيعها خلالها؟ بسم الله، تحية لك والمشاهدين الكرام. هو في الحقيقة هذا جزء من مشروع رئيس الوزراء الإيطالي الانتخابي،
وهو التركيز على أفريقيا ودول شمال أفريقيا وخصوصا من الناحية الاقتصادية. لذلك هذه الزيارة يعني تهتم كثيرا بالأمور الاقتصادية أكثر منها من الأمور السياسية، بدون أن ننسى بدون شك موضوع الهجرة غير الشرعية والتي يقلق كثيرا الحكومة الإيطالية، وخصوصا أنها مقبلة الشهر القادم على انتخابات، وسيكون موضوع الهجرة انتخابات أوروبية، وسيكون موضوع الهجرة أحد المواضيع الأساسية في هذه الانتخابات. لذلك الزيارة مهمة بالنسبة للجانب الإيطالي. بالنسبة للجانب الليبي لا معنى سياسي لها حقيقة، ما فيش أي هدف سياسي من هذه الزيارة إلا شيء واحد طبعا، وهو أن ميلوني زارت طرابلس وزارت بنغازي في تكريس حقيقة يعني أراه للانقسام اللي حاصل في ليبيا، لأن الكل يعرف أن في حكومة في طرابلس هي المفروض الحكومة المعترف بها شرعيا دوليا. زيارة بنغازي لا معنى لها، لكن طبعا بالنسبه للايطاليين مهمه للسبب اللي ذكرته انفا. طيب لكن سيد فؤاد، يعني هل استفادت ليبيا من هكذا اتفاقيات بنفس مستوى استفاده ايطاليا؟ يعني نتحدث عن دخول الشركات الايطاليه الى ليبيا، يعني اخذها مشاريع مهمه كمشاريع اعمار وغيرها من المشاريع، نتحدث ايضا عن موضوع الهجره غير النظاميه، وعاده تتحمل ليبيا عبء كبير جدا في هذا الموضوع. يعني هل تستفيد ليبيا بنفس القدر الذي تستفيده إيطاليا في هكذا اتفاقيات؟ هو في الكلام في ناحيتين، من ناحية دخول الشركات الإيطالية بدون شك ليبيا تستفيد كثيرا من هذا، نحن محتاجين لدخول الشركات الأجنبية إلى ليبيا، وأفضل مثال على ذلك مطار طرابلس العالمي اللي هو متوقف منذ مدة واللي تخدم فيه شركات إيطالية، سيعود بالفائدة بدون شك على الليبيين. نحن محتاجين للشركات الغربية وللأمار حقيقة محتاجين، فهذا من ناحية. من ناحية الأخرى موضوع الهجرة غير الشرعية، بالطبع ليبيا هي المتضرر الأول، ما فيش لها أي مصلحة في موضوع الهجرة الشرعية، بل بالعكس الموضوع خطير جدا، لأن المهاجرين هذوما لما مش حيمشوا لأوروبا حيقعدوا في ليبيا، وهم ثقل كبير يعني على ليبيا. نحن نتحدث عن أرقام تجاوزت 1 مليون من المهاجرين في ليبيا، ولا توجد أي برنامج حقيقي للتخلص من هؤلاء المهاجرين. يعني إذا كانوا مش حيهاجروا لأوروبا ومش حيرجعوا لبلدانهم الأصلية، هذا يعني أنهم سيبقوا في ليبيا. دولة زي ليبيا عدد سكانها 6 مليون، عدد المهاجرين فيها رقم كبير جدا، يعني حتى يعتبر تغيير ديموغرافي خطير في ليبيا، وما فيش أي نية من الدول الغربية ولا حتى الحكومات الليبية للحديث عن هذا. طيب موضوع آخر سيد فؤاد، هو موضوع دعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للأمين العام إلى تعيين بديل عن المبعوث المستقيل في أقرب وقت ممكن، ما مدى إمكانية ذلك، خاصة وأنه عملية اختيار باتيلي أساسا في وقت سابق يعني كانت مهمة صعبة وأخذت وقت طويل؟ لا، هو من الواضح جدا الآن أن ستيفاني ستكون هي البديل عن عبد الله باتيلي. المفروض طبعا الأمين العام يكلفها كنائب لباتيلي بصلاحيات واسعة، وستبقى هي في المنصب إلى حين تعيين ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة، لأن الاتفاق على ممثل جديد صعب جدا، بل يكاد يكون مستحيل في هذه الفترة، خصوصا في ظل الخلافات الكبيرة بين الروس والأمريكان. لذلك تعيين شخص جديد شبه مستحيل، وهذا ما سيحدث الآن. فيه بعض الإجراءات البيروقراطية داخل الأمم المتحدة، وستكون ستيفاني صحيح مش هتكون مبعوث، ولكن ستقوم بمهام المبعوث كاملة كما كانت ستيفاني ويليامز في قبل. شكرا لك المحلل. مع فرق الشخصية بدون شك. شكرا لك المحلل السياسي سيد محمد فؤاد، كنت معنا عبر الهاتف من جنوة، شكرا لك. أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي اتفاقهم مع تونس على بدء إجراءات فتح معبر راس جدير الحدودي. وأكد الطرابلسي في مؤتمر صحفي من قصر قرطاج رفقة نظيره التونسي كمال الفقي إصدار تعليمات للجهات المعنية في البلدين لفتح المعبر بعد استكمال التنسيق الأمني، موضحا أن منفذ راس جدير لن يستخدم للتهريب أو الجريمة أو استغلال أرزاق البلدين وفق قوله. هذا وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد تناول مع وزير الداخلية المكلف
عماد لطرابلسي العمل على تذليل جميع الصعوبات لإعادة فتح معبر راس جدير في أقرب الأوقات، وذلك لأهميته الاقتصادية والتجارية ولتكريس وحدة الشعبين. أضافت أيضا الرئاسة التونسية أن سعية تناول مع طرابلسي أيضا ملف الهجرة وغير النظامية، مشيرة إلى تأكيده بأن معالجة هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها لا يمكن إلا بمقاربة جديدة تشترك فيها كل الدول المعنية. أفادت مصادر لقناة ليبيا الأحرار بهدوء الأوضاع بعد الاشتباكات التي شهدتها الجميل اليوم، كما أضافت المصادر أن الشوارع تخلو من المارة مع إقفال جميع المؤسسات والمحال التجارية لأبوابها. هذا وأكدت المصادر وصول وفد من مشايخ وأعيان المنطقة الغربية وجبل نفوسة إلى شميل واجتماعها مع بعض الأطراف بالمدينة لتهدئة الأوضاع. وجراء حالة التوتر أعلنت مراقبة التعليم بالمدينة إيقاف الدراسة غدا الأربعاء إلى حين إشعار آخر. وبحسب المصادر نفسها للأحرار، فقد توجهت فرق الإسعاف بمركز طب الطوارئ المنطقة الغربية إلى المدينة مساء اليوم بهدف إخراج العالقين والمصابين في مناطق الاشتباكات. هذا وكان أهالي وبلديات الجميل والمنشية وركدالين وزلطن قد أعلنوا أمس الاثنين دخولهم في اعتصام كامل بجميع المؤسسات المدنية وقفل جميع منافذ مدنهم حتى تضع وزارة الداخلية حلا عاجلا ونهائيا لما يحدث من تجاوزات أمنية. وقال الأهالي في بيان لهم أن الاعتصام سيطبق وفق خطة أمنية تضعها المديرية أو المديرية وأجهزتها، ويستثنى منه الأعمال المتعلقة بالأمور الإنسانية والضرورية مثل الصحة والتعليم والأمن حتى تنفذ مطالبهم. وتتضمن المطالب أيضا تحسين الوضع الأمني بالمدينة عبر دعم المديرية وأجهزتها الأمنية أو بدمج المديريات بالمنطقة، محذرين من تصعيد موقفهم. ولتسليط الضوء أكثر حول ما يحدث داخل الجميل ينضم إلينا عميد بلدية الجميل فتحي الحمروني. أهلا وسهلا بك سيد فتحي. ابتداء هلا وضعتنا في صورة الموقف الآن داخل الجميل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام محمد، وتحية لكافة المستمعين والمشاهدين. الوضع الآن في حالة هدوء مؤقت بعد الاشتباكات التي شهدتها المدينة عند الساعة الرابعة مساء تقريبا بدخول التشكيلات المسلحة إلى داخل المدينة وإطلاق الرصاص العشوائي في اتجاه كل شيء، كل جميع المباني المتواجدة داخل المؤسسات داخل المدينة مثل البلدية والمديرية الأمن. ونجم عن ذلك عدة إصابات، لا نعرف العدد الحصري للإصابات، وإن كانت هناك حالات وفيات لا توجد حالات مؤكدة لحد الآن، ليس بذي يعني. الإصابات موجودة من 7 إلى 10 إصابات تقريبا بين الأمس واليوم. وهذه الاشتباكات حصلت نتيجة اشتباك حصل قبل الأمس بين تشكيلات مسلحة داخل مدينة الجميل في الشوارع الرئيسية، نتج عنه إصابة أحد المارة صهيب محمد الخنجاري عمره حوالي 19 سنة تقريبا برصاصتين، إحداهما في الرأس والأخرى في الرجل، نتج عنه دخوله للمستشفى وجرى عملية طارية. الأمر الذي أثر على نفسية الأهالي ونتج عن احتجاجهم على هذا الموقف وعلى هذه الإصابة وتظاهروا وتجمهروا وتجمعوا في مكان حصول الواقعة، ثم انطلقوا إلى مديرية الأمن ومن بعد ذلك للبلدية، وقاموا بتلاوة بتلاوة البيان الذي قرروا كتابته كما ذكرتم أنتم في الأخبار. طيب سيد فتحي، الآن بلغتنا بعض الأنباء حول اتفاق حاصل بين مشايخ الجميل ومنطقة الساحل الغربي فيما يتعلق بمسألة وقف الاقتتال الدائر داخل المدينة وعدم على الأقل حدوث فوضى كتلك التي حدثت خلال هذين اليومين. هل تطلعنا على تفاصيل أكبر حيال ما تم الاتفاق عليه؟ أنا لحد هذه اللحظة لا يوجد لدي أي علم بأي اتفاق حصل بين الكتائب المسلحة وبين أي جهات أخرى على وقف الاشتباكات المسلحة وقف رمي الرصاص أو وقف الاعتدال. تدخلت معنا فعلا بعض الأعيان وبعض الوجهات المناطق المجاورة وخاصة مدينة زوارة
ومدن الأخرى في سبراتا وصرمان وحتى الزاوية، ولكن لم يحصل أي شيء من هذا القبيل. هناك قوات أخرى دخلت إلى المنطقة وطلبت منا الشرعية للدخول إلى 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 الحدود والمداخل المدينة حتى تقوم بالتنفيذ، ونحن لم نمنحها الشرعية باعتبار نحن لسنا من نمنح الشرعية، الدولة هي من تمنح الشرعية. الدولة لها قوات ولها أجهزة أمنية ولها قوة بشرية وقوة آلية مسلحة تستطيع أن تفعل ما تشاء إنما تشاء وقت ما تشاء، ولكن يبدو أن الدولة لا تريد أن تفعل هذا معنا في هذه الحالة. اليوم نحن في ثالث يوم من الاشتباكات، دخلنا إلى اليوم الثالث، الدراسة توقفت تماما، الامتحانات توقفت تماما، الأمور سيئة في داخل المدينة، والوضع كما تشاهد. اتصلنا وصلنا كل الأخبار والمعلومات موجودة للدولة بجميع أجهزتها، تواصلت أنا بصفتي مع وزارتي ووزارة الحكم المحلي ولدينا معلم وطلبوا من التعاون أخبارا أول بأول، ولدينا تعاون وتنسيق مستمر. المعلومات أعتقد رئيس الحكومة لدي علم بذلك، السيد وزير الداخلية لدي علم بكل شيء. لم تأتي أي قوة من خارج المدينة، قوة محايدة، والوضع لازال هش، والاشتباكات لازال تحصل بين الفينة والأخرى. حتى نؤكد معك فقط أستاذ فتحي، نعم حتى أؤكد معك الآن وقت ما اتصلت بنا وقبيل هذه النشرة حتى، كيف هي الأوضاع داخل المدينة؟ الأوضاع هادئة، لا توجد اشتباكات مسلحة الآن، لكن الحركة متوقفة، حركة المواطنين، الحركة شبه متوقفة، وشبه المدينة خالية من الحركة. طيب طبعا المدينة داخلة في اعتصام من 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 يوم الأمس. وضحت أستاذ فتحي، كيف هي باقي الجهات الخدمية لا سيما الصحية، منها مستشفى المدينة، الأماكن الأخرى المتعلقة؟ تفضل أوضح. أصل المدينة والله يا سيد محمد ما فيها مستشفى، عندنا مركز صحية، عندنا مستشفى خارج الخدمة تحت الصيانة من 2008 لحد هذه الساعة لم يستكمل. لدينا مركز صحية بسيطة، قسم أعتقد قسم وحيد في المستشفى اللي هو قسم الولادة يشتغل باعتباره خارج المستشفى العام في الإطار مبنى مخصص له مستقل. ولا توجد اي شيء اخر، يعني كان احنا اغلب الاصابات اللي مشت الان اللي حصلت الان انتقلت الى مدينه زواره، من مدينه زواره تنتقل الى مدينه صبرات. طيب استاذ فتحي، نحن سنكون على تواصل دائم معك، لكن اريد منك فقط تاكيد او نفي هذه المعلومه. مصادر الاحرار تحدثت عن وصول بعض الوفود او وفد على وجه الدقه والخصوص ممثل عن اعيان لبعض المناطق الى داخل الجميل، هل هذه المعلومة صحيحة أم لا؟ المعلومة التي لدي لحد الآن هو وصول وفد من أعيان ومشايخ مدينة زوار، وهم الآن موجودين داخل مدينة الجميل. هذه المعلومة لدي فقط. هل باشروا مساعيهم لاحتواء الوضع أم لا؟ هل باشروا مساعيهم فيما يتعلق باحتواء الوضع الأمني داخل المدينة أم لا؟ هم جالسين مع أعيان ومشايخ مدينة الجميل، ونحن ليس بيدينا أن نوقف الحرب أو نبدأها، نحن معتدى علينا. هم بعدما عندما يجلسوا مع الطرف الآخر ممكن نقول أن نتقف الاشتباكات أم لا. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات عميد بلدية الجميل فتحي الحمروني، سنكون على تواصل دائم معك لإطلاعنا على كل التفاصيل حيال ما يحدث داخل الجميل، ونتمنى أن تكونوا بألف خير وسلامة. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. أما الآن مشاهدينا مع جولة لأهم الأخبار الاقتصادية، أصحابنا فيها محمد القرش. شكرا لكم. أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه الشهري حول الإيراد والإنفاق للفترة من الأول من يناير إلى 30 من أبريل الماضيين، موضحا بلوغ إجمالي الإيرادات ما يقرب من 32 مليار دينار. المركزي أوضح تجاوز الإنفاق العام 26 مليار دينار، كاشفا بلوغ إيرادات استخدامات النقد الأجنبي 6 مليارات و400 مليون دينار، فيما بلغت الاستخدامات والالتزامات بالنقد الأجنبي حتى نهاية أبريل الماضي 13 مليارا و800 مليون دولار. في ذات السياق، أفاد مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق أن إيرادات بيع المحروقات قد سجلت انخفاضا حادا إلى قيمة صفرية
وفق نص البيان. المركزي أشار في بيانه أن إجمالي إيرادات بيع المحروقات منذ مطلع العام وحتى نهاية أبريل سجلت 30 مليون دينار. وفي بيانه أوضح المركزي أن إجمالي مبيعات النفط سجلت أكثر من 19 مليارا إضافة إلى توات نفطية بقيمة 3 مليارات و800 مليون دينار، مشيرا إلى أن مرتبات المؤسسة الوطنية للنفط قد تجاوزت 650 مليون دينار منذ مطلع العام ضمن الميزانية الاستثنائية المرصودة للمؤسسة عام 2023 والتي لم يعلن عن إجماليها حتى الآن. اشترط مصرف ليبيا المركزي على زبائنه الراغبين في التعامل بنقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية تقديم ما يفيد بقبول مبيعاته عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني. وجاء في رسالة المركزي المعممة على مدراء المصارف التجارية إضافة إلى ضوابط التعامل بنقد الأجنبي بتقديم ما يفيد قبول المبيعات عن طريق الدفع الإلكتروني الخاص بالمصارف وشركات الدفع المرخصة من قبل المصرف، والتي من أهمها نقاط البيع الخاصة بالشركة حتى يتم تسويق المنتج المورد عن طريق الاعتمادات المستندية، على أن تتعامل الشركات الخدمية كشركات الطيران والتأمين وغيرها بنفس الآلية، وذلك لتحسين جودة الخدمات المصرفية ورقابة النقد الأجنبي وفق نص الرسالة. سجلت أسعار صرف سلة العملات الأجنبية ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم أمام الدينار وفق بيانات مصرف ليبيا المركزية الثلاثاء. هذا وسجل سعر صرف الدولار 6 دنانير و181 درهما، بينما سجل سعر صرف اليورو 6 دنانير و650 درهم، فيما سجل صرف الجنيه الاسترليني 7 دنانير و753 درهم. من ناحية أخرى سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية تذبذبا في تعاملات الثلاثاء، حيث سجل سعر صرف الدولار 7 دنانير و90 درهما، بينما سجل صرف اليورو 7 دنانير و485 درهم، فيما بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني 8 دنانير و600 درهم. تتجه أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية إلى الهبوط، وتنتعش قيمة الدينار بعد أشهر من الانخفاض المتواصل في السوقين الرسمية والموازية. هذا الانخفاض يأتي في ظل إجراءات مصرف ليبيا المركزية الأخيرة، والتي على رأسها سحب فئة 50 دينارا عبر تعميمه على المصارف التجارية بقبول إيداعات المواطنين للإصدارين الأول والثاني في حساباتهم، والذي لطالما أكد المركزي أنه أحد أسباب أزمة سعر الصرف واستنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي، فيما رأى خبراء اقتصاديون أن إجراءات المركزي جاءت داعمة لتثبيت سعر صرف الدولار بالسوق الموازية عند 7 دنانير فأقل. وتعد أسعار الصرف الحالية هي الأكثر انخفاضا منذ دخول قرار فرض الضريبة على بيع الدولار بنسبة 27% حيز التنفيذ في 19 من شهر مارس الماضي، وفي محاولة منه لتجاوز أزمة السيولة التي قد تتفاقم بعد سحب إصدارين من 50 دينارا من التداول. عقد المصرف المركزي اجتماعا الاثنين مع المصارف التجارية لبحث ملف البيع الإلكتروني، وذلك سعيا منه لزيادة عدد نقاط البيع وتوسيع التعامل بها في جميع مناطق البلاد. قال رئيس نقابة الخبازين بخريس محمد إن كميات الدقيق المنتجة في الشركة العامة للمطاحن والأعلاف لا تغطي 5% من احتياج مخابز البلاد. بخريس أوضح في تصريح للأحرار أن سعر قنطار الدقيق في الشركة العامة للمطاحن والأعلاف يبلغ حاليا 195 دينارا، بينما سعره بالمطاحن الخاصة يتراوح بين 200 و225 دينارا، موضحا أن حاجة المخابز البالغة حوالي 4000 مخبز في مختلف مناطق البلاد ما يقرب من 40000 كيس دقيق يوميا في المتوسط وفق تعبيره. إذا مشاهدينا ختام الجولة الاقتصادية، والعودة إلى محمد وخديجة، إليكم. شكرا محمد. شكرا لك محمد القرش. أكد عضو رابطة ضحايا ترهون عبد المنعم حسين عن وجود نحو 70 ما زالوا في عداد المفقودين، وحوالي 40 جثمان لدى الطب الشرعي جميعهم من ضحايا المقابر الجماعية بترهون. هذا وأضاف حسين للأحرار أن العديد من المواقع بالمدينة لم تفتش بعد نتيجة للصعوبات والعراقيل المتمثلة في الخلافات بين الأجهزة الأمنية والتي تعيق عمل الفرق وإجراء التحقيقات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة حل هذه الخلافات الأمنية وتوفير بيئة عمل آمنة دون التعرض لأي قيود.
من جهته قال رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي إنهم تعرفوا على هوية 251 جثمانا من مقابر ترهونة حتى 6 مايو الجاري. وأوضح السيوي في مداخلة مع الأحرار أن إجمالي الجثمين المنتشلة داخل المدينة بلغ 322، مشيرا إلى أنهم لم يتعرفوا على هوية بعضها بسبب عدم وجود ذوي الضحايا لأخذ العينات منهم ومطابقتها. وأضاف السيوي أن التمويل المالي لمواد التشغيل الخاصة بتحليل عينات الحمض النووي يعد من المشكلات التي تعيق سير عملهم، إضافة إلى عدم وجود ميزانية خاصة بالهيئة للقيام بدورها بحسب قوله. المشاهدين إلى جولتنا الرياضية يصحبنا فيها الزميل بدر عمار. إليك شكرا لكم خديجة ومحمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وقع وزير الرياضة عبد الشافي الجويفي على مذكرة تفاهم مع نظير الإيطالي أندريا أوبودي تشمل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في المجال الرياضي بين البلدين. ونصت المذكرة على تبادل الخبرات والمشاورات وفتح كل الآفاق في التعاون الرياضي بين البلدين، من بينها الإسهام في تطوير البنى التحتية الرياضية وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة وتبادل الزيارات بين الفرق والمنتخبات في البلدين وغيرها من المواضيع الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك. تعادل الأولمبي مع ضيف الاتحاد بهدف مقابل هدف في الجولة 8 من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الثانية. المباراة التي أقيمت في ملعب الزاوية افتتح فيها اللاعب أليو أداما تسجيل الاتحاد عند الدقيقة 75، وبعد دقيقة واحدة نجح اللاعب عمر عربي في تعديل الكفة لفريق الأولمبي ليخرج الفريقان بنقطة من مباراة ملعب الزاوية. الأولمبي قاعد يقدم في مستوى يليق به والكل أشاد به، وقاعدين موقفين فوق أرضية الملعب ونلعب في الكورة من أجل الكورة. استضفنا اليوم نادي الاتحاد بجمهوره بلاعبينا بكذا، واحترمناهم وقدرناهم، وهذا واجب، وهذا هو الأولمبي، جمهوره ورياضيين وكذا. في وسط الملعب كان كل شيء، ما يحدث خارج الملعب، جماهير كذا، هذه ما تعنيناش. لكن كبعثة نادي الاتحاد أو كذا كنا في أعلى مستوى وأعلى مستوى رقي. وفي ملعب الخمس خرج الخمس مع ضيف الاتحاد المصراتي بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف في مباراة مصيرية من أجل التأهل إلى سداسية التتويج والهروب من شبح الهبوط. افتتح الاتحاد المصراتي التسجيل بهدف عكسي سجله مدافع الخمس محمد شاونا عند الدقيقة 82، وعدل للخمس عمر كاجوم عند الدقيقة 9 من الوقت البديل. وشهد ملعب أبو سليم في مباراة أخرى تسجيل النتيجة ذاتها بين أبو سليم والمدينة، وافتتح فيها عمر التورغي تسجيل لأبو سليم عند الدقيقة 14، ثم عدل فراس جمعة نتيجة للمدينة عند الدقيقة 79. وفي ملعب النار الصناعي بالعاصمة طرابلس نجح الملعب الليبي في تحقيق الانتصار على حساب البشائر بهدفين دون مقابل. افتتح محمد أبو ستر التسجيل للملعب الليبي عند الدقيقة 28، ثم ضاعف عمر القليب النتيجة للملعب الليبي عند الدقيقة 95. وبهذه النتيجة تقدم الملعب الليبي إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة، والبشائر بنفس الرصيد من النقاط في المركز التاسع في سلم ترتيب المجموعة الثانية.
ويستضيف يوم الأربعاء سريا ضيفه الأهلي طرابلس بملعب صبراتة في الجولة الثامنة من مرحلة الإياب للدوري الممتاز لكرة القدم. أسريا يدخل المباراة بخيار الفوز للهروب من قاع الترتيب والحصول على نقاط المباراة التي ستضعه في المنطقة الدافئة، حيث يحتل أسريا الترتيب التاسع برصيد 13 نقطة. وفي الطرف الآخر سيمنح مدرب الأهلي طرابلس طارق جراية الفرصة لبعض اللاعبين بعد ضمانه التأهل إلى سداسية التتويج بشكل رسمي متصدرا للمجموعة الثانية. تقام يوم الأربعاء مباراة كأس ليبيا للكرة الطائرة في القاعة الرياضية بمدينة مصراتة، حيث يلتقي في المباراة الأولى النصر مع الجزيرة في نصف النهائي. المباراة ستحمل طموحات كبيرة لفريقي النصر والجزيرة، حيث سيبحث كل منهما لتحسين صورة الظهور في الموسم الحالي بالوصول إلى نهائي الكأس وضرب موعد مهم يوم الخميس مع السويحلي المتأهل سلفا إلى نهائي مسابقة الكأس. يأتي ذلك بعد أن نجح السويحلي في التتويج بلقب الدوري الليبي للكرة الطائرة بفوزه في الجولة الختامية ضمن خماسية التتويج على حساب النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في القاعة الرياضية بمدينة مصراتة. عبد الباسط عمار والتفاصيل. شهدت القاعة الرياضية بمصراتة تتويج فريق السويحلي ببطولة الدوري المحلي للكرة الطائرة بعد فوزه على فريق النصر بثلاثة أشواط لشوط وحيد. السويحلي المنتشي لفوزه ببطولة الأندية العربية دخل البطولة كمرشح أول، فلم يكذب رفاق دغدن الخبر فحقق أحمر مصراتة الفوز على جميع منافسيه في النهائيات. الحمد لله اليوم توجنا بالدوري، تعتبر ثنائية الموسم بعد البطولة العربية، والحمد لله كل ده معنا جهود كبيرة كانت من إدارة النادي. عام كامل لم يتذوق فيه السويحلي طعم الخسارة، محققا بذلك البطولة 12 في خزائنه ليواصل بها بسط سيطرته ونقش اسمه بأحرف من ذهب في ذاكرة الرياضة الليبية. الحمد لله التتويج كان لنا، اللاعبية يستحقوا اللقب هذا لأنهم مصر كامل ضحاوا وتعبوا يستحقوا الفرحة هذه، وإن شاء الله توا أمامنا الكاس نفرحوا اليوم، غدوة نعودوا نخموا في مباراة الكاس الجاية. صفحة طويت لتفتح أخرى يكون التنافس فيها على أشده بين كبار الطائرة الليبية في منافسات الكأس. فهل سيظفر السويحلي بثنائية الموسم أم أن لناديي الجزيرة والنصر رأي آخر؟ عبد الباسط عمار لقناة ليبيا الأحرار مصراتة. وفي أم الألعاب يفتتح المنتخب الوطني لألعاب القوى يوم الأربعاء مشاركته في البطولة العربية للشباب المقامة بمصر. البطولة تنطلق في الثامن من الشهر الجاري وتتواصل حتى الحادي عشر من الشهر نفسه. ويمثل ليبيا العدة معاد الزروق في سباق 800 متر جري وأصيل أبو الراس في سباقي 800 و 1500 متر جري. هذا ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني المدرب الوطني المنجي أسباعي بمساعدة عبد الحكيم مبيه. ختام الرياضة، العودة إلى خديجة ومحمد وبقية الأخبار في هذه الليلة لكم. شكرا بدر. أعلن الصيادون العاملون بمرفأ الحميدية للصيد البحري بتجور الثلاثاء عن فك الاعتصام وفتح الطرق التي أقفلت أثناء الاعتصام، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق بين الأطراف وتلبية مطالبهم. جاء ذلك بعد احتجاجات الصيادين والعاملين بالمرفأ لوضع حلول جذرية لمعاناتهم من ردم حوض الصيد بالطحالب البحرية، بالإضافة للمطالبة بصرف ميزانية لصيانة المرافئ لاستئناف العمل. بذا وصلنا وإياكم مشاهدين إلى ختام النشرة. أترككم الآن مع حوارية الليلة مع نبيل بخير. إلى اللقاء. بحزبة من الاتفاقيات مع حكومة الوحدة الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة،
توجت جورجينا ميلوني زيارتها للعاصمة طرابلس وملفات أخرى بحثتها مع خليفة حفتر ببنغازي. فما الأبعاد السياسية والأمنية لزيارة ميلوني لطرابلس وبنغازي؟ وما هو موقع ليبيا من خطة ماتي أو ما باتت تسمى بماتي بلان؟ بعد الفاصل.